الدار. هذا المخطط اللي عطش مئات ديال الهكتارات بسبب اختيارات زراعات غير منتجه. اليوم ما قدرناش نوجدوا القمح، واش غنعطيو للمواطن الافوكا؟ كاين جوج كلمات مفتاح، الكلمه الاولى هي تعطيش المغاربه، الكلمه الثانيه هي واش حنا خصنا لافوكا ولا خصنا شي حاجه اخرى. هاد جوج كلمات مفتاح تحيل الى شيء ما، علم كدل. فكروا مزيان، بزاف فيكم غيكون فكر في هاد المساله. طبيعه الحال غادي تفكروا باللي ان هاد الشيء عنده ارتباط باش بالصفقات اللي دارها المغرب مع اسرائيل، خاصه لافوكا اللي كتستنزف الفرشه المائيه. فهذا النائب البرلماني كانت عنده الجرأة الكبيرة أنه يصرح بحال هذا التصريح هذا، يعني سابقة باش، لأن منين كنهضروا على التطبيع مع إسرائيل فنحن نتحدث عن تطبيع دولة وليس شخص معين، يعني ماشي تطبيع ديال عزيز أخنوش مع كسميت ولا الحكومة اللي كانت قبل، تطبيع ديال سعد الدين العثماني مع إسرائيل، بقدر ما أننا نتحدث عن تطبيع المملكة المغربية مع إسرائيل، وهذا لا يتناطح عنه كبشة. ما غاديش يجيو جوج ديال الناس غايقولك لا، واحد غايقولك لا، راه ماشي الدولة، لا، المغرب كامل مطبع مع إسرائيل، هذه من البديهيات. إذا باش يجي واحد البرلماني في هيئة ولا في مؤسسة دستورية اللي هي البرلمان اللي هو مجلس النواب ويجي يهضر بهذه الطريقة هذه ويعبر على الفكره ديالو بلي ان المخطط ديال المغرب الاخضر، لان ملي كنهضروا على المخطط ديال المغرب الاخضر هذا اتهام لاخنوش، لان اخنوش كان على راس الوزاره المكلفه بهذا المخطط لما يزيد عن عقد ونصف. عقد ونصف هو وزير الفلاحه والصيد البحري، فيما معناه ان فشل هذا المخطط يعني فشل التدبير ولا التسيير ولا كما بغيتو ديال عزيز أخنوش لهذه الوزارة ولهذا القطاع، القطاع الفلاحي. وبالتالي هذا النقد ديال النائب البرلماني اللي كيتعتبر سابقة، مع العلم باش ما لأنني أحاول أن أكرس مفاهيم معينة في هذه الحلقات اللي كنديرهم خاصة في المجال السياسي، ما خصوش يتفهم باللي أن زعما هذوك الناس اللي راهم في البرلمان راه كيشتغلوا، سواء معارضة أو برلمان. أثبت التاريخ السياسي المغربي بأن المعارضة هي مجرد دور مسرحي، بحال شي واحد كيتجيبو كيلعب لك واحد دور مسرحي كيبان لك باللي بحال نيشان، سيرتو إلا كان الممثلين أجانب في الهوليود ولا ماشي في المغرب، التمثيل ديالهم باين. فذاك الممثل كيدير واحد الدور كتقول أوه بحال نيشان. كذلك البرلمان الوقت اللي كيكون في المعارضة يمثل الدور، وكتقول بلي أنه ربما هذا السيد هذا نهار يولي في الحكومة سيحمل مشعل المضطهدين والفقراء وغادي يخرجنا من الأزمة. أو الفلفلة قال لك إلا حليتها السيد الوزير، اليوم فلفلة ومطيشة وبصلة أصبحت خضر فوق العادة، كما شحال هذه الناس ما كانتش كتشوف بعض الفواكه، حتى فلفلة اليوم وصلت للثمن ديالها ملي كيشريها المواطن ولا كيحلها كيشوف واش عامره بالكفته ولا بشي حاجه اخرى. ما فائده هذه المخططات سيد الوزير ان لم تقدر ان تؤمن الامن الغذائي للمغاربه؟ ما فائده هذا المخطط ان لم تقدر الحكومه توفر هذه المواد باثمنه مناسبه؟ مخطط كان في عيون المغاربه اخضر لكن اسود في عيون الفقراء، اخضر في عيون الشركات اللي كتصدر. هذا المخطط اللي عطش مئات ديال الهكتارات بسبب اختيارات زراعات غير منتجه، اليوم ما قدرناش نوجدوا القمح، واش غنعطيو للمواطن الافوكا؟ المعارضه يتقنونها جيدا، يتقنونها كثيرا، ولكن نحن حنا شنو خصنا نديرو؟ خصنا نستغلوا هذا الشيء اللي كيتنطقوا به هاد الناس هادو كاملين لكي نستعمله في مواجهة الحكومة، على اعتبار أننا متضررون كشعب مغربي ولا كمواطنين، لا ناقة لنا ولا جمال لا في المعارضة ولا في الحكومة، بجوج كيحاولوا ما أمكن أنهم يستغلوا المواطنين والمواطنات. وكاين واحد المفكر شنو كيقول لي؟ يقول أحد المفكرين: نحن لا ندعم
اللص الصغير في مواجهة اللص الكبير، بل يجب أن نستغل التناقض بين اللصوص لاستهدافهم جميعا. احنا إذا دعمنا اللص الصغير، هذاك اللص الصغير الهدف ديالو ولا الطموح ديالو هو أن يصير لصا كبيرا وينافس اللصوص الكبار، ولذلك احنا شنو خصنا نديرو؟ نستغلوا التناقض بيناتهم، لان ذاك اللص الصغير غيبقى يفضح اللص الكبير. الوقت اللي كيفضح اللص الصغير اللص الكبير، كنعرفوا معطيات، كنعرفوا اسرار، كنعرفوا فضائح، لان هذه الاتهامات يتراشقون اسرار بعضهم البعض، وحنا كنعرفوا وعرفنا بزاف ديال الحوايج من خلال هذا التناقض ولا هذا النزاع اللي كيكون ما بين اللصوص، اللصوص الصغار واللصوص الكبار او اللصوص الكبار فيما بينهم، وكنعرفوا مجموعه من المعطيات. وبالتالي فالاستدلال ديالي بهذه المداخله ديال هذا النائب البرلماني فقط من اجل معرفه هذه الاسرار باش نعرفوا شنو كاين. اما راه كل شيء كيف كيف، ليس في القنافذ املس، واللي عنده شي راي اخر فما عليه الا ان يضعه في التعليق. لولا مخطط المغرب الاخضر ولولا العمل اللي تقام في هذه 10 سنوات يعني الماضيه لكانت الحاله كارثيه، وخصنا نشوفوا شنو كيجرى حولنا وشنو كيجرى في العالم وفي الدول اللي قويه. اللي اليوم الكوطا ديال الزيت في اسبانيا وفي جوايه اخرين، اليوم في السوق المغربيه ما كاين حتى حاجه اللي خاصه، اليوم كاين مطيشه، كاين الفلفله، كاين كل حاجه، ما كاينش شي حاجه اللي خاصه في السوق الوطنيه. نعم، ولكن كان هناك تصدير ومع المهنيين لقينا الحلول باش السوق الوطنيه هي الاولى. دونك ما خصنا نبقاو يعني نكونوا شويه ايجابيين في الاخر ديالنا، ويكون عندنا واحد المعطيات اللي هي دقيقه باش يمكننا نحلوا هذه الوضعيه هذه. مهم باش ما نطولش عليكم، الفكرة أعتقد بأنها فكرة واضحة، ولكن للأسف الشديد يلاحظ بأن هذه العبارات تستعمل بشكل غامض. كنلاحظوا بلي أن هذا النواب لافوك ما غاديش يجيو ديريكت يقول لك علاش الدولة كدير هذه الصفقات، علاش كاين أصلا هذا التطبيع اللي للأسف الشديد غير في هذا أنا ما أعتقد أمس والبارح كان واحد الوضع خطير في المسجد الأقصى، واحد الوضع اللي يعني أي مسلم على وجه هذه الكرة الأرضية لن يرضى مثل هكذا أوضاع. ولكن نلاحظ بأن كثير من الدول التي تسمي نفسها بالدول العربية والدول الإسلامية بين قوسين مشات في هذا المسار ديال التطبيع وهذا المسار ديال الخيانات المتوالية. فعلا هناك مصالح مشتركة وما إلى غير ذلك، ولكن لا يجب أن نغفل بأن هناك مصالح أخرى، مصالح عليا لا يمكن التفاوض عليها. على أي، أتمنى أن تكونوا بخير وعلى أحسن حال، ورمضانكم مبارك سعيد، وإلى فرصة مقبلة بإذن الله. حياكم الله وإلى اللقاء.